من جديد يقف النظام المغربي أمام الحقيقة العارية التي تأبى الانكسار أو التراجع. هذه المرة لم تأتي الضربة من أروقة السياسة أو الاحتجاجات الشعبية، بل من داخل ساحات القضاء الفرنسي الذي رفض بشكل قاطع كل محاولة المخزن المغربي لإسكات فضيحته التي كشفتها الصحف الفرنسية والعالمية. ففي حكم نهائي صادر عن محكمة النقض، تم إسقاط الدعوى التي رفعها المغرب ضد مجمع ميدياپارت، ليكون هذا الحكم ضربة موجعة أخرى تقسم ظهر المخزن وكل من يدعمه على فضيحة التجسس الكبرى المعروفة ببيغاسوس. بدأت الحكاية مع فضيحة البرنامج الصهيوني للتجسس الذي استخدمته المخابرات المغربية لاختراق هواتف 10 صحفيين والنشطاء عبر العالم، من بينهم شخصيات بارزة في ميدياپارت، والذين كشفوا للعالم أن أرقام هواتفهم كانت من بين الآلاف التي اخترقها النظام المغربي عامي 2019 و2020. فضيحة تجسسية بأبعاد دولية كشفتها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية و16 وسيلة إعلامية شهر جويلية 2021. وفي مقال نشرته ميدياپارت أكدت فيه بأن حكم القضاء الفرنسي انتصار لها، موضحة أن هذه الهجمة الشرسة للمغرب لم تستهدفها لوحدها، بل شملت العديد من الصحف الفرنسية الأخرى التي فجرت القضية. والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة المخزن دفن القضية وخباياها. مجمع ميدياپارت عبر كذلك عن خيبة أمله من عدم رد الفعل من السلطات الفرنسية التي تتستر على هذه الفضيحة والانتهاكات الجسيمة للحرية الأساسية، ليعطي درساً في الأخلاق للنظام المغربي. ويبدو أن أكتوبر هو شهر الصحوة المغربية على واقع الصحراء الغربية، فلطالما ملأت المملكة المغربية أسماع العالم بادعاءاتها المتكررة حول إغلاق ملف الصحراء الغربية، مؤكدة أنها حققت جميع أهدافها في فرض سيطرتها عليها، غير أن الواقع كما أظهرته الأحداث الأخيرة كان مختلفا تماما، فالأوهام التي نسجها المخزن حول هذه القضية بدأت تتلاشى. وها هو أكتوبر يطل علينا بشهر الحقيقة الذي تكشف فيه المملكة وفضائحها، وأن ملف الصحراء الغربية لم يطوى، وأن المعركة القانونية والسياسية لم تنتهي بعد.